the resistance and capacitance of an axon. إذا بهم نعرف المقاومة وأيضا مواسعة الأكسون. To understand the electrical properties of the nerve cell, we model the axon as an electrical cable covered with defective insulation. إذا عشان نفهم خصائص الكهربائية في الخلية العصبية، نتعامل مع الأكسون الآن وكأنه هو كيبل بينتقل فيه التيار الكهربائي. شو مواصفاته؟ مغلف بغشاء خلية، نفترض أن في عندنا غشاء، و with defective insulation هذا العازل اللي بغلفه يسمح بتسرب التيار الكهربائي، لأنه هذا ما يحدث بالفعل. So that current leaks to the surroundings in many places. إذا هذا الغلاف يسمح الآن بتسرب التيار الكهربائي، فرح يكون عندنا بهذا الشكل، شكل أسطواني، في عندنا تيار ماشي داخل الأسطوانة وفي عندنا تسريب خارج الأسطوانة، راح نسميه eye leak. We assume the axon consists of a cylindrical membrane containing a conducting fluid called the axoplasm. هلا راح نفترض إذا إنه الأكسون بتتألف من غلاف أسطواني، داخل هذا الغلاف بمر عندنا سائل موصل conducting fluid بنسميه axoplasm. Where the current can travel along the axon in this fluid and can also leak out through the membrane. إذا التيار الكهربائي مسموح له يمشي داخل هذا الفلويد في الأسطوانة، وأيضا يمكن أن يتسرب إلى الخارج من سطح الغشاء، سطح الممبرين. The resistance of the axon to the current I axoplasm is given by. هلا في عنا أكثر من نوع من المقاومات. أول شيء بدنا ننتبه لمقاومة التيار اللي بمر داخل الأكسون اللي هو في منطقة الأكسوبلازم. هلا المقاومة كيف ممكن نحسبها؟ باستخدام العلاقة اللي هي رو A L over A. بالنسبة ل A اللي هي مساحة المقطع بدها تساوي باي R سكويرد، نصف قطر الأكسون. أما بالنسبة لرو A فهي عبارة عن resistivity of the axoplasm. هاي رح نأخذها من جداول معينة. L is the length of the axon اللي هو طول الأكسون. A is the cross-sectional area of the axon اللي هي بتساوي pi r squared. و r is the radius of the axon. إذا هذا بيمثل مقاومة الأكسون للتيار الممر داخله اللي هو الاي اكسوبلازم. النوع الثاني من المقاومة بده يكون المقاومة لتسرب التيار اللي هو the resistance of the membrane to the leakage current، مقاومة الغشاء للتيار المتسرب اللي بيتسرب إلى الخارج. وهي كيف نحسبها؟ بالشكل التالي: R prime equals Rm over A membrane. Rm بنحصل عليها من خصائص الأكسونز، و A membrane هي مساحة الممبرين، وهي Rm is the resistance of 1 meter squared. إذن هي مقاومة 1 متر تربيع. هلا بالنسبة لمساحة الممبرين اللي هي الA membrane، هذا أسطواني، الممبرين بتغلف أسطوانة، وبالتالي المساحة بدها تساوي المحيط في الطول، المحيط هو 2 باي R والطول هو L، فإذا أصبحت المساحة عبارة عن 2 باي R L. هلا بنعوض مكان المساحة، رح يصير عندنا R prime بيساوي Rm over 2 باي R L. هاي العلاقة مستخدمة لحساب مقاومة الغشاء لتسرب التيار الكهربائي. صار لنا علاقتين للمقاومات، وهلا بدنا نحكي عن مواسعة المكثف. The capacitance of the membrane per unit surface area، وهي نفسها طبعا مواسعة الأكسون. لكل وحدة مساحة CM بتساوي C axon over the surface area of the axon. Surface area هي نفسها 2 pi RL، فمنعوض مكانها وهيك صار كان نحسب الكاباسيتنس للأكسون. CM نحصل عليها من الجداول المتعلقة بالمعلومات المرتبطة بالأكسون، وهذا راح نتعرف عليه مباشرة بعد هذا السلايد. CAxon can be also calculated using the parallel plate capacitance formula. ممكن نحصل عليها أيضا لما نحسبها باستخدام parallel plate capacitance formula اللي أخذناها في السابق.
نتطلع هون انه في عندي CM وفي عندي RM معناهم مختلف، وهذا كمان راح نشوف الفرق بينهم في التابل اللي راح نشوفه الآن مباشرة. هذا الجدول اللي فيه المعلومات المرتبطة بالأكسون، نتطلع عليهم واحدة واحدة. أول شيء في عندي الأكسوبلازم ريزيستيفيتي اللي هي مقاومية السائل اللي بمر في الأكسون. طبعا هاي راح تكون نفسها في الحالتين، سواء كان الأكسون مغطى بالمايلين شيث أو غير مغطى، للمايلينيتد والأنمايلينيتد أكسون. الآن لأنه نفس القيمة راح تكون، ما عندنا مشكلة فيها. لما نجي الكاباسيتانس بير يونت اريا اوف ممبرين اللي هي مواسعة لكل وحدة مساحة لغشاء الخلية سي ام، نتطلع فيهم في عندي المايلينيتد اكسون هذا اللي بيكون مغطى، شوف مواسعته كم 5 تايمز 10 تو نيجاتيف 5، بينما اللي بيكون ما بيكون عنده مايلين شيت شو بيكون 10 تو نيجاتيف 2، وهي القيمة اعلى بكثير من القيمة الأولى. هلأ بنيجي للريزيستنس of unit area of membrane RM، المقاومة لوحدة مساحة اللي هي في بالنسبة للمايلينيتد اللي بتكون مغطاة بالمايلين شيت بتكون 40 أوم، بينما اللي بيكون ما في عنده مايلين شيت بيكون 0.2. المقاومة هون للمايلينيتد أعلى، وهذا بحمي الأكسون من دخول الشحنات من الخارج إلى داخل الأكسون. بالنسبة للرياديوس نصف القطر، طبعا هو نفسه بالحالتين سواء كان مغطى بالمايلين شيث أو لم يكن مغطى، هذا نصف قطر الأكسون ما في عليه أي تغيير. Example. The table shown below represents the parameters of a typical myelinated and unmyelinated axons. إذا في عنا الآن القيم لنوعين من الأكسونز اللي هو بيكون مغطى بشبكة بطبقة مايلين شيت والثاني غير مغطى. وشو المطلوب؟ الفرع الأول calculate the resistance. أول شيء بده المقاومة resistance of 1 cm long and 5 micrometer radius myelinated typical axon. خلينا نشوف كيف نحسب المقاومة هاي. لما حكى المقاومة هاي المقاومة العادية ما بتكون للليكج كارنت، بتكون ل التيار اللي في الداخل اللي هو الأكسوبلازم. فنتذكر إيش القانون كان. القانون هو R بساوي رو أكسوبلازم L over A، وهذا عبارة عن رو A L over pi R squared. هلأ رو A اللي هي مقاومية الأكسوبلازم هاي نفسها الاثنين سواء كان myelinated or unmyelinated، فنفس القيمة بناخذها، ما راح يكون في قيمتين مختلفتين. إذن هاي الرو اي. هلا بدي كمان ال ال والار. نرجع للسؤال، هو معطينا اصلا ال ال ومعطينا ايضا الار. ما ننسى نحول المايكروميتر والسنتيمتر الى قيمهم بالمتر، ونعوض في الارقام وبنحصل على المقاومه هي 2.5 times 10 to power 8 ohm. هلا الفرع بي شو بده منا؟ بحكي لنا calculate the capacitance of 1 cm long and 5 micrometer radius unmyelinated typical axon. إذا بده الكاباسيتنس بس لمين؟ للunmyelinated. كاباسيتنس بنشوف قانونها بالأول إيش بيساوي. CM بيساوي C axon over 2 pi RL. هلا CM بدي إياها وبدي الR والL. CM لمين حكينا؟ الأنمايلينيتد. بدور عليها للأنمايلينيتد بشوفها، وهيك بضل عليهم بدي قيمة الـ R وقيمة الـ L، بناخدهم بنعوض في الأرقام وبنحسب الـ C axon. هذا فرع B. شو فرع C شو بده؟ فرع C بحكي لنا calculate the capacitance of 1 cm long and 5 micrometer radius myelinated typical axon. إذا الفرق الوحيد بين B و C إنه هلا بده إياه للمايلينيتد. فنشوف نفس القانون بدنا نستخدم، بس هلا C أم باخذها لمين؟ للمايلينيتد، وهي عبارة عن 5 times 10 to negative 5، وبدي ال R وال L هم نفسهم. بنعوض في الأرقام
وبنحصل على المواسعة للماجنتيد. هلأ بدي أطلع على القيمتين اللي حصلنا عليهم هذول. الأولى 3.14 times 10 to negative 9، هاي كانت للأنماجنتيد. هلأ لما تغطت بمايلين شيت شوف كيف صارت القيمة، صارت 1.57 × 10^11، وهذا أقل بحوالي 200 مرة من الأكسون العادي اللي ما كان فيه عنده مايلين شيث. إذن مايلين شيث أدت إلى أنه سعة الأكسون تصبح أقل، وهيك حمته من دخول المواد أو الشحنات في الوسط الخارجي إلى داخل الأكسون. Example. The table shown below presents the parameters of a typical myelinated and unmyelinated axon. A. Calculate the membrane leakage resistance in a 1 cm long and 5 micrometer radius myelinated typical axon. إذن فرع A بده إياه نحسب الmembrane leakage resistance، مقاومة الغشاء للتيار المتسرب اللي بيتسرب. وهذا نتذكر ايش القانون تبعه. ولمين بده اياه؟ للمايلينيتد تيبيكال اكسون. اول شيء نتذكر ايش العلاقه كانت. ار برايم هذا اللي هو المقاومه للتيار المتسرب يساوي ار ام اوفر 2 باي ار ال. اذا بدي ار ام بس لمين؟ للمايلينيتد بالاول. بتطلع على ار ام هياتها للمايلينيتد كم هي؟ 40 اوم متر سكوير. قيمة الـ R معطينا إياها وقيمة الـ L معطينا إياها، نحطهم عنا. والآن بنعوض في الأرقام وبنحسب الـ R برايم. هاي الحالة الأولى. هلا فرع B شو بده إياه نحسب؟ بده calculate the membrane leakage resistance، إذا مقاومة الغشاء للتيار المتسرب ب هلا الـ unmyelinated typical axon. إذا نفس الشيء بدي أعيد، بس لما بدي أخذ قيمة الـ RM بدي أخذها بالنسبة للـ unmyelinated، وهاي رح تكون عبارة عن 0.2 ohm meter squared. هلا بنعوض نشوف الأرقام، لسه بدنا الـ R والـ L نفسهم، وهيك بنعوض مرة ثانية وبنحسب. نطلع على القيمتين هلا اللي حسبناهم، في عندي بالحالة الأولى وفي عندي بالحالة الثانية. لاحظ انه بحالة المايلينيتد المقاومة اعلى، بينما في حالة الانمايلينيتد اقل. طلع الارقام هنا 1.27 هون 0.0064، فرق كبير بين الاثنين. اذا وجود المايلين شيت كمان بيحمي الاشارة العصبية وبيسمح لها تنتقل فترة اطول في الاكسون. The space parameter. The space parameter lambda is defined as the distance at which the resistance of the axon R is equal to the resistance of the membrane to leakage current R prime. إذا هي المسافة اللي بيصبح فيها R مساوية ل R prime، هيك بكل بساطة. فبنكتب علاقة ال R، بنكتب علاقة ال R prime، هلا بنساويهم ببعض. لما نساويهم ببعض هذا ال L راح أسميه لامدا، لأنه هي المسافة اللي بدي أحسبها. وبصير المعادلة عندي بهذا الشكل. When R is equal to R prime L بسميها الآن لامدا، وهي هي السبيس بارامتر. بدي أحل المعادلة هاي وأرتبها. ال R تربيع، التربيع بروح مع ال R، الباي مع الباي. الآن خلينا نرتب شو راح يصير عنا. سكوير روت جذر ل R small اللي هو نصف القطر، R M هاي راح ناخذها اللي هي عبارة عن مقاومة 1 متر تربيع من الممبرين للليكج كارنت، ومقسوم على 2 في الرو A، هذه اللي هي resistivity of the exoplasm. هلا شو بتمثل هي اللامدا فعليا؟ The value of lambda indicates how far a current travels before most of it has leaked out through the membrane. إذا هي بتعطينا القيمة اللي بيمشيها التيار قبل ما يخسر معظمه، يتسرب معظم هذا التيار من خلال الممبرين. هذا هو معنى اللامدا. هلا رح نحسبها لاثنين للحالتين، بس ما رح نحلهم بالتفصيل، رح احكي لك اياهم. لو رجعت طبقت الارقام رح تحصل عليهم. The space parameter for a 1 cm long and 5 micrometer radius myelinated typical axon is 0.7 cm. اذا التيار
ممكن يمشي في الأكسون اللي بيكون عليه طبقة مايلين مسافة حوالي 7 × 10 سنتيمتر قبل ما يخسر معظمه في خلال التسريب اللي حاصل من السطح الممبرين. لكن بالمقابل the space parameter for a 1 cm long and 5 micrometer radius unmyelinated typical axon is 0.05. لكن لو كان هذا الأكسون مش مغطى بطبقة مايلين بيمشي مسافة فقط 5 سنتيمتر. خلينا نطلع على الرقمين هذول هلا. عندي فوق كان 7 × 10 وتحت 5%. إذا وجود طبقة مايلين أعطاه مساحة أكبر بكثير، مسافة أكبر بكثير من فيما لو كان الأكسون مش مغطى بطبقة مايلين. هذا هو معنى الـ Space Parameter.